محدش فينا جميعا. لا خلينا نعرف كمان مع بعض. جزاكم الله خيرا. سيدنا سعد يقول له, واحنا اول ما اقول دلوقتي كله هيعرفها لكن برضو في فرصه ما زالت سامحه, يقول لسيدنا سعد بن الربيع الذي يقول له لك شطر مالي ولك احدى داري ولك زوج احدى زوجتي, يقول له بارك الله لك في مالك وفي دارك وفي اهلك, دلني على السوق. المفهوم اللي بقى نقعد نقول كل البرامج التوك شو وكل البرامج اللي بتتحدث عشان نقعد نحلل فنقعد نفهم علشان نعرف المفهوم الإنساني دوت. النهاردة الوزارة تتعرض على أحد الوزراء السابقين فيقول لا شكرا, أصل احنا طمعانين في منصب أعلى أو نحن شايفين إن في وجهة نظر أفضل في هذه الدنيا علشان نصل لمرحلة. فخلونا ناخد الاتصال ونكمل. السلام عليكم. كنا عبد الرحيم من المغرب, ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحميك يا أخوي عبد الرحيم وأهل المغرب الطيبين جميعا وكل المسلمين. أنا كثير بخير لبس عليك. الله يعزك ويبارك فيك. وفيك وبارك العمس. هل تعرف هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه؟ أعرفه. مين؟ نعم نعم نعم. تفضل. هو عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف. ما شاء الله عليك, ربنا يا رب يحميك وكل أهل المغرب, أهل سيدنا طارق بن زياد الفاتحين, فاتحين أوروبا إن شاء الله, ربنا يحميك. جزاكم الله خير. سيدنا عبد الرحمن بن عوف إن شاء الله بارك الله فيك, ربنا يكرمك. سيب تليفونك وعنوانك إن شاء الله بإذن الله نبعت لك المغرب الكتب إن شاء الله, هدية طيبة إن شاء الله تقبلها, ربنا يكرمك. جزاكم الله خير. نعم, دلني عن السوق. هذا عبد الرحمن بن عوف أغنى أغنياء المسلمين. هذا رجل الذي أرسى المفهوم الاقتصادي في الإسلام, كان من بداية من أسسوا الأسواق الإسلامية. دلني عن السوق. سوق اليهود, المدينة بها أسواق لليهود, سوق عكاظ, سوق بني قينقاع, سوق الأطياف من اليهود. لكن المسلمين ما عندهمش سوق, ما عندهمش تجارة, ما عندهمش اقتصاد, عندهم احتياج, عندهم شدة, عندهم فقر, عندهم جهل. ودور المسلم رجل الأعمال, دور المسلم رجل الخير, دور المسلم رجل اللي بيفهم من غير دكتوراه, من غير ما يبقى خريج هارفارد, من غير ما يبقى واخد أعلى المناصب ورسائل الماجستير والدكتوراه, بالفطرة السوية والدراسة الطيبة, الدعوة الإنسانية اللي بتبقى موجودة, دلني عن السوق. أكيد رجل هو متأكد وهو فاهم لأنه موعود بوعد رب العالمين الذي على لسان نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, إنك من الأغنياء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي وهو طالع من مكة أصلا معهوش فلوس, محلتوش, لكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لسيدنا سعد بن الربيع, سيدنا عبد الرحمن دلني عن السوق, ويذهب ليتاجر فيبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري, ويتزوج امرأة بزينة نواة ذهب. يبقى عنده من المال أن يتزوج بزينة هذه النواة ذهب. على فكرة ده مقياس كبير في ذاك الزمان البعيد والقريب منا. يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يراه فيه صفرة فيقول له أولم ولو بشاه عشان نحيي السنن ونفهمها. الذي يتزوج من المسلمين يولم ولو بشاه. نحن نحيي إن شاء الله جميعا مع بعض السنن ونتذكرها. من يتزوج يولم ولو بشاه, يذبح شاه ويطعم عليها أحبابه وأصدقائه وإخوانه, فيتاجر سيدنا عبد الرحمن بن عوف, وتكون القصة وتكون البداية. البداية تدخل وتبدأ من إسلامه لما دعا سيدنا أبو بكر الصديق, من أول 8 دعاهم للإسلام فيسبق فيبشره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالجنة. يؤمن وهو صغير السن, يكون من أحد العشرة المبشرين بالجنة. أول ما يسلم تبدأ الحرب من قريش عليه وعلى تجارته, تبدأ التحديات, تبدأ الظروف تتغير, تبدأ المشاكل تبقى موجودة لرجل ما عندوش أي مشاكل في تجارته ولا في حياته ولا في ماله ولا في زوجاته ولا في أي حاجة موجودة, لكنه ترك كل هذا لله رب العالمين. وتبدأ المنزلة عشان نعرفها ونوصل لها في هذا التقدم وهذا السبق وهذا الرد اللي بنرد بيه على كل من يحاول
أو تسول له نفسه أو يذهب به جهله وعقله لأن يخالف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقون في مشكلة أو في تحدي، ما بالنا أنه يسبهم والعياذ بالله. منزلته عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عظيمة، وتبدأ هذه المنزلة منذ دخوله في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر له دون أن يكتب بأرض في الشام تسمى السليل، إن فتحها إن شاء الله وسيفتحها الله على المسلمين. وتبدأ تحصل مسألة ما بينه وما بين سيدنا خالد بن الوليد في يوم من الأيام، ويشتكي سيدنا عبد الرحمن بن عوف للنبي صلى الله عليه وآله، أو النبي صلى الله عليه وآله يسمع إن فيه شبهة خلاف أو إشكالية بأدب وبحرص ما بين سيدنا خالد بن الوليد وما بين سيدنا عبد الرحمن بن العوف، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خلونا نقول الرواية من أحد الروايات، مهلا يا خالد دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غزوة ولا روحة مع رجل من أصحابي. طبعا يقصد الصحابة المقربين السابقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا خالد بن الوليد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. وفي رواية سيدنا خالد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنهم ينالون مني، صحابة كلام يقول إن أبي بما سبقتمونا إلى الإسلام، أبي بما كان لكم من سبق في الإسلام فيتكن لكم هذه المعالاة أو يتعالى عليه. أنا مش ببرر الأمور أو بحاول إن أنا أفهمها، لكن بفهم أن هناك خلاف قد يكون حتى ما بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون في الحياة اليومية، قد يكون في طريقة الكلام في أسلوب الكلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا خالد كمان اشتكي للنبي، فيقول لهم خالد سيف من سيوف الله، خالد سيف سله الله على الكفار ليقيم به كلمة الله، أو كما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. المنزلة كانت من أعظم ما يمكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، والسبب عمل، والسبب مش بس كلام، إنما السبب هنتكلم فيه ونفهمه. منزلته اللي عرفناها لما سيدنا عمر بن الخطاب كان مستخلف 6 للشورى، وترك فيهم أو كان فيهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، لكنه أبى وترك هذه الخلافة. سيدنا سعد بن أبي وقاص أرسل إليه الرسول يقول له ارفع رأسك للقوم، يعني تعالى اطلب لنفسك الخلافة فأنت أولى بها. فيقول كلام واضح جدا، فيقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف، والله لو أدخلوا الكلام بمعناه، لو أدخلوا حديدا في فمي فأخرجوه من الآخر ليتولى هذا الأمر ما توليته، فهو شر بعد سيدنا عمر بن الخطاب. ويقول لا يقبل الناس أو لا يستخلف في الناس رجل بعد عمر رضي الله عنه أرضاه إلا لامه الناس. سيدنا عمر اللي ترك هذه المسألة بعظم، الذي ترك المفهوم الإنساني، أعظم رجل في البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أهل الشرق أو المستشرقين عفوا من أهل الغرب، كان سيدنا عمر بن الخطاب في كل المقاييس أو في تاريخ الإنسانية كله. وكان ده مكتوب في الخالدون 100 أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف تعرض عليه الخلافة فيتركها للخمسة، رغم أن عنده من المال الشديد وكان من أهل الشورى. خلونا نقول الرواية كما كان يقولها سيدنا سعيد، أن سعد بن أبي وقاص أرسل إلى سيدنا عبد الرحمن رجلا وهو قائم يخطب أن ارفع رأسك إلى أمر الناس أيدعو إلى نفسك، فقال عبد الرحمن ثكلتك أمك، إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس، ولقد قال في ذلك والله لأن تؤخذ مدية أو مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك. وخلونا وهو بيشتكي وانطلق، فيقول اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي، ده سيدنا عثمان بن عفان. وخلونا نفهم الكلام بوضوح جدا، خلاص ساب المسألة وأمر الشورى، والتحكيم كان موجود لخمسة من بعده، من بعد سيدنا عبد الرحمن بن عوف، لما تركها لله قالوا له أنت الذي تحكم بين
المسلمين، انت اللي تقول مين اللي يولى. فيشير على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ويتفق المسلمين على خلافة سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان قبيل وفاته يأمر بأن يكتب لعبد الرحمن العهد من بعده، فكتب له وانطلق حمران إلى عبد الرحمن فقال البشرى. سيدنا عبد الرحمن يقول وما ذلك؟ قال إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده. فقام سيدنا عبد الرحمن بين القبر والمنبر هناك بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله. يطلب أن يموت قبل أن يولى الخلافة وإمارة المسلمين، والله يقبل دعاءه. فلم يمكث إلا 6 أشهر حتى قبضه الله. سيدنا عثمان بن عفان من أغنى أغنياء المسلمين ومن أفهم المسلمين، وهو السابق رضي الله عنه وأرضاه، يكتب الخلافة لسيدنا عبد الرحمن فيفضل سيدنا عبد الرحمن الموت عن خلافة أمر المسلمين. بنقول الكلام ده وإحنا داخلين على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والناس قاعدين في ميدان التحرير، والناس نايمين والسماء تظلهم، فيهم من يطلبها لله سبحانه وتعالى، وفيهم من يطلبها لشيء في نفسه أو في قلبه. لكن دور سيدنا عبد الرحمن ما كانش بس السياسة، وإنما كانت التجارة والاقتصاد. الأمة الإسلامية عشان تكبر أو عشان تقوم لها مكانة تبدأ من الاقتصاد، من المال قبل السلاح. فالمال هو الذي يأتي بالسلاح، وهو الذي يمول الأبحاث، وهو الذي يجعلنا أمة يهابها الناس. ده بالوجه الحقيقة، لكنه ينبع من عقيدة سوية وسليمة. مكانته القيادية كانت واضحة قوي في الإسلام، كانت في هذا السبق المكانة اللي خلت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرسله على رأس بعثة إلى دومة الجندل، فيسير ويمكث 3 أيام ويعود وهو منتهي بإسلام زعيم دومة الجندل الأصبغ ابن ثعلبة الكلبي، اللي أسلم وأسلم معاه كثير من قومه لأنه كان نعم السفير. سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي كان بيخرج ليجاهد في سبيل الله في عهد سيدنا أبو بكر وفي عهد سيدنا عمر، وكان في الفتوحات لدرجة أن سمعنا أن في الأردن مقام له، وهو دفن طبعا بالبقيع، وهنتكلم في هذه المسألة. لكن من كثرة ما كان يتجول في بلاد الله فاتحا في خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر من بعده، كان له آثار موجودة ويعتز بها المسلمين في كل مكان. لكن هذا الرجل العظيم، هذا الرجل اللي عمل السوق الإسلامي، اللي تاجر تجارة رابحة، وكان من غناه زي ما قلنا كأنه يقول إن رفعت صخرة وجدت أسفلها بدل التراب ذهبا وفضة. سألوه سؤال واضح أوي، ما سر غناك يا عبد الرحمن؟ فكان يقول ما رددت رابحة ولا واريت قابحة. هم دول المبدئين اللي لازم نفهمهم في مفهوم الاقتصاد، مش بس الإسلامي، ده العالمي، ده اللي بيقولوها عند اليهود، وإنما هي بتاعت المسلمين. عند اليهود لا يردون رابحة، وعند المسلمين لا يردون رابحة، لكن عند المسلمين لا يوارون قابحة. هو ده الفرق. يعني الرابح أي مكسب ولو قليل، لكن ربنا بيبارك في القليل، فالقليل مع القليل كثير، يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. والقابحة العيب. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما مشي في السوق فوضع يده في هذه الغلال فوجد اللي تحت مبلول واللي فوق ناشف، يعني معيبة، فقال من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا. الأصح في الحديث من غش، غش مسلم، غش كافر، غش ذمي، غش غير أهل الملة، غش أبيض أسود صيني نرويجي هندي أمريكي هندوسي، ملهاش أي علاقة. أنت كمسلم، مسلم لله، تتعامل مع الله، ترى الله في كل تعاملاتك، لا تغش، لا تواري قابحة. ده كان مبدأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف، اللي كان بيفهم منه كويس جدا مفهوم التجارة مع الله. في يوم من الأيام مشيت الدنيا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راض عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وتوفي سيدنا أبو بكر،
سيدنا عمر وفي الخلافة، لكن كانت في وصية طويلة، وصية عن هذا الرجل من الصابرين، عن هذا الرجل من المهتدين، اللي في يوم وهو في المدينة المدينة تتهز هزة شديدة جدا، ويرى كل أهل المدينة غبار شديد فيظنون أن هناك عاصفة شديدة هبت على المدينة تأخذ الأخضر واليابس من كثرة الرمال وشدة الصوت وهذه الأحداث التي تمر. هم مش عارفين إيه اللي بيحصل، شايفين غبار وشايفين صوت دب شديد. فيتساءل الناس ما هذا ما هذا، فتخرج أمنا عائشة ويصلها الخبر فتقول ما هذا، فيقولون إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف أتت من الشام تحمل ما يحتاج المسلمين وما يحتاج أهل المدينة من متاع ومن خيرات، من مأكل ومن مشرب ومن ثياب ومما يريده ويحتاجه المسلمون. فتقول يا الله والله إني سمعت رسول الله